أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن كورسات الإنجليزي اللي بتقدمها الجامعة الأمريكية في القاهرة اللي هي الـ AUC. تمام. أولا لينك الموقع، تمام، أنا سايبه في الوصف أو الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب. تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة، الجامعة الأمريكية في القاهرة بتقدم كورسات إنجليزي عددهم 12، تمام، 12 كورس. تمام، وال 12 كورس دول ممكن تاخد واحد او اتنين او تلاتة على حسب ما انت عايز، او ممكن عايز تاخدهم كلهم وعندك فترة كبيرة ممكن انت في الاجازة تاخدهم، مفيش اي مشكلة، او ممكن تختار ما بينهم، فمش لازم كورس واحد، ممكن تاخد كورسين او تلاتة. ده رقم واحد، وده رقم اتنين برضه. رقم تلاتة، الكورس ده مناسب لمين؟ الكورس ده مناسب للي لسه مخلص تالتة ثانوي وهيدخل الكلية، تمام، وكمان مناسب للناس اللي في اولى كليه وتانية كليه، اللي هم في بدايه الكليه والانجليزي بتاعهم عايزين يعلوه. تمام، وكمان في ناس خلصت الكليه لكن الانجليزي بتاعهم برضو متوسط او اقل من المتوسط، فبرضو الكورس ده مناسب ليهم. تمام، دلوقتي احنا الموقع دخلنا عليه، تمام، وهنعمل ايه؟ ننزل بالماوس او عندك في الموبايل، ننزل، تمام. هو لو موجود عندك مترجم عربي وكده، تمام، الموقع نفسه، تمام، لو هو مترجم انجليزي بتلاقي هنا برضو، لو نزلت برضو هتلاقي كليك هير فور Arabic فيرجن، تمام، فانت لو دوست كده الموقع بيقلب انجليزي، تمام، ولو برضو نزلت تاني هتلاقي اللغة العربية، اضغط هنا فبرضو هتدوس عليها، تمام، علشان تبقى ايه، عارف النقطة دي، تمام، وتبقى الدنيا سهلة. أنا عملته بالعربي عشان الكل يبقى فاهم أنا بعمل إيه. تمام، ننزل برضو، تمام. علشان نسجل في أي كورس من ال 12 كورس لازم لازم نعمل إيه؟ تلات حاجات. أول حاجة إن إحنا نعمل حساب في الموقع نفسه، تمام. تاني حاجة، بنعمل اختبار أو امتحان تحديد مستوى علشان نعرف ايه الكورسات اللي هتفيدنا وكده، تمام، وده اختبار صغير ويعتبر ايه، نعدوه ان شاء الله وندخل على الكورسات، تمام، وده اختبار يعني قصير وبيأهلك، او ممكن الموقع كمان يرشح لك انهي كورسات مناسبة ليك، تمام، ودي نقطة كويسة. تالت حاجة هي ايه؟ هي اني ناخد الكورس المناسب لينا على حسب بقى المستوى ايه، تمام، فكده كده انت الاختبار ده هتعديه، تمام، وبعد الاختبار ده بيأهلك او بيرشح لك الكورسات اللي انت يعتبر ايه، هتستفاد منها او مناسبة ليك عشان مستواك ده، تمام. هنعمل ايه كمان؟ احنا هننزل تحت عشان اوريلكم انا الكورسات الموجودة في الموقع اهي، تمام، دول اربع كورسات وبرضو في أربعة تانيين تحت برضو، تمام، وبرضو في أربعة برضو تانيين تحت، تمام. دي الكورسات اللي موجودة أساسا في الجامعة لو أنت نزلت أوفلاين يعني، تمام. فأنت الداتا كلها موجودة في الموقع بشكل مجاني، تمام، حتى أنت لو نزلت تحت تاني برضو تاني هتلاقي المدة والرسوم وايه والشروط المسبقه. الشروط المسبقه مفيش شروط، انت هتدخل على طول على الموقع تسجل وتمتحن امتحان صغير، وكمان ايه، تاخد الكورس المناسب ليك. كل الكورسات دي مجانيه زي ما انت شايف، والمده على حسب انت ايه الكورسات دي هتشتغل فيها بشكل مكثف ولا لا، تمام، ويعتبر هما جايبين اكبر مدة تقدر تاخد فيها الكورس. فانت لو كورس، لو انت كل يوم بتاخد منه جزء يعتبر كويس، انت تخلصه في اسبوع او اسبوع ونص او اقل، كمان ممكن ياخد 3 4 ايام الكورس، تمام، على حسب الكورس يعني، كمان مستواه كمان، تمام. نرجع لفوق تاني، نرجع برضو، هتدوس على ايه عشان تعمل حساب في الموقع زي ما هم كاتبين؟ هتروح تدوس على ابدأ الطريق الى الجامعة الان، تمام، هتدوس عليه. بعديها هتروح تعمل ايه؟ هتروح نازل
وتروح عامل ايه؟ دايس على كريت نيو اكونت. تمام. بعديها هتروح تعمل ايه؟ هتروح كاتب يوزر نيم، وكل الحروف بتاعت اليوزر نيم تكون سمول ما فيهاش كابيتال. تمام. فافتراضا انا هكتب كده، تمام كده، الاسم بالانجليزي وسمول بجانب كمان رقمين او ثلاثة عادي. تمام. وكمان تاني هننزل تحت تاني برضو هنلاقي الباسورد، لازم نكتب باسورد. تمام. نكتب اي باسورد انت عايزه. تمام. نكتب اي باسورد ونكتب الايميل ادرس او الايميل بتاعنا. تمام. تمام. كتبنا الايميل، الايميل هنكتبه تاني نكرره. تمام. ونكتب الاسم الاول، تمام، بتاعنا او الاسم اللي المفروض يبقى في الشهاده. تمام. يعني لازم يكون ايه الاسم بالكامل، يعني يعتبر الثلاث اسامي او الاربع اسامي، الاسم الاول والثاني والثالث والرابع او اول ثلاث اسامي عادي اهو. تمام. انا كتبت ثنائي عادي يعني على حسب ما انت عايز. تمام. وبرضو اكتب اسمك هنا برضو عادي، اكتب المحافظة. تمام. واختار الدولة. تمام. اي دولة عادي ممكن نختارها اهو. تمام. وبعدين تدوس على create my new account. تمام. هنا واجهتنا مشكلة. ايه هي مشكلة؟ ان الباسورد لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في حرف كبير. انا محطتش حروف كبيرة. تمام. انا محطتش حروف ايه كبيرة في ايه الباسورد. تمام. وبرضو لازم تحط نقط. تمام. يعني نجرب دلوقتي اهو، زي ما قلت لكم ان الباسورد لازم يكون فيه حروف كبيره، حروف صغيره، ارقام، نقط. تمام. الاربع حاجات دول لازم يكونوا في الباسورد. تمام. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي في ايميل وصل لل الجميل بتاعك، روح شوفه علشان ايه تسجل فيه، الموقع يكون التسجيل اكتمل. تمام. دلوقتي هنروح ايه؟ هنروح لل الايميل. تمام. هنروح للايميل بتاعنا، هنروح للايميل هنعمل ريفرش. ثانية اهو، دلوقتي الايميل جالنا بعد حوالي دقيقة تقريبا. تمام. او اقل من دقيقة كمان. هنروح دايسين عليه فاتحينه، ننزل تحت فيه هندوسه على ايه، هندوسه على activate your account اللي هو فعل حساب. تمام. دوس عليها كده، احنا يعتبر دخلنا لي الموقع. تمام. هندوس على continue اللي موجودة دي. تمام. دلوقتي الخطوة التانية، احنا كده احنا سجلنا في الموقع خلاص. تمام. احنا كده سجلنا في الموقع خلاص. دلوقتي اكيد هيبقى في امتحان، وزي ما هو كاتب اهو، سيتم ارسال نتيجة الدليل عبر البريد الالكتروني، ان لم يصل البريد الالكتروني في البريد الاول الخاص بيك، روح لرسالة مرغوبة او الغير مرغوبة. تمام. الامتحان ده عبارة عن 120 سؤال ومدته ساعة، ويعتبر الامتحان ده الكل اساسا يعتبر بيمتحنه. تمام. وبيأهله للكورسات، يعني الموقع نفسه مسهل لك الامور، ان انت مش هتختار الكورسات، لا انت هتختار اكيد الكورسات، لكن هو بيرشح لك الكورسات اللي هتفيدك انت بمستواك، لانك ممكن تاخد كورس اقل من مستواك، فيعتبر ده ما زودش مستواك. الامتحان ده 120 سؤال مدته ساعة. تمام. بجانب كده ايه،
بجانب كده مدته تقريبا ساعة وربع، مش ساعة واحدة، ساعة وربع، وإيه وموجود في الموقع الامتحان ده. تمام، دلوقتي هنروح لإيه؟ للبيجن. تمام، هنروح إيه؟ هنروح لبيجن دي، ندوس عليها. تمام، وهنعمل إيه؟ هنمتحن الامتحان ده. تمام، هو مدته ساعة وربع، ممكن تخلصه في أقل من كده. تمام، ندوسه على start admit. تمام، دلوقتي الساعة وربع بتعد وانت يعتبر عندك الامتحان ده. تمام، بعديها هتدوس على next page، وهكذا وهكذا وهكذا. الصفحة دي كده باين لك 9 أسئلة. تمام، الصفحة دي فيها 9 أسئلة. تمام، وهتكمل لحد ما تخلص 120 سؤال. وزي ما انت موضح كده قدامنا، بيقول لك ايه، سيكشن 1 جرامر، تمام، وسيكشن 2 ريدنج، وسيكشن 3 ليسننج. تمام، يعني الامتحان مقسم. تمام، ونكمل بعد كده. تمام، دلوقتي زي ما قلت لكم ان الامتحان مفصل جرامر وريدنج وليسننج. تمام، انا هفرض افتراض معين. ايه هو؟ ان انا مثلا الامتحان هجيب فيه سكور قليل، وهنشوف الموقع هيرد يقول ايه في نقطة السكور، وهيرشح ايه كورسات. تمام، ده اللي يعتبر ايه، انا عايز اشوف الموقع هيتعامل ازاي مع درجة قليلة مثلا. فانا مثلا هدخل اختار اجابات عشوائية، وهكذا وهكذا برضو. تمام، وندوس نيكست بيج. تمام، نكمل. تمام، نكمل بأي يعتبر إجابات عشان برضو نشوف الموقع. أنا دلوقتي مش نقطة أنا عايز إيه آخد كورس أو كده، لا، أنا عايز آخد كورس أيوة، لكن أنا عايز أشوف الموقع نفسه هيرشح إيه كورسات لو في يعتبر درجة قليلة. تمام، ندوس نيكست بيج برضو، نقرا اكيد. تمام، ونحل. تمام، انا بختار بشكل عشوائي. نيكست بيج برضو، برضو نفس الكلام، والامتحان بيتغير. تمام، ودي يعتبر اجابات عشوائية مش صح، او ممكن يبقى في اعتبار صح وفي حاجات غلط، لكن انا بمتحن الامتحان بشكل عشوائي. تمام، علشان نشوف برضو رد الموقع على النتيجة وترشيحه. نكمل نيكست بيج. نفس الكلام، اكيد اكيد هنقرا ونمتحن الامتحان بشكل كويس، لكن انا عايز اختبر نقطة ترشيح الموقع للكورسات برضو. نيكست بيج نفس الكلام. دلوقتي اعتبر احنا قربنا نخلص الايه الامتحان، قربنا نخلصه. نيكست بيج برضو نفس الكلام، هنكمل. وكمان ده ليسننج اساسا، يعني احنا دخلنا في الليسننج سيكشن، الليسننج القسم الثالث من الامتحان. تمام، انت في حاجه هتقراها، تمام، او دلوقتي ليسننج هتسمعها. تمام، في دلوقتي انت حاجه هتسمعها، هتدوس على العلامه دي، هتروح سامع الريكورد، ومن بعديها هتحل. تمام، والريدنج زي ما انت عارف حاجه هتقراها، يعني زي القطعه. تمام، هننزل برضو تحت تاني، نيكست بيج نفس الكلام برضو، نكمل.
السؤال الأخير نكمل نيكست بيج برضو. نفس الكلام برضو. الأسئلة بتتغير في الموقع من شخص لشخص، تمام؟ فأنت لازم تمتحن الامتحان بشكل كويس إن شاء الله، وهتجيب إن شاء الله يعتبر درجة كويسة تأهلك للإيه؟ للكورسات. فينيش أت ما بتندوس عليها، تمام؟ دلوقتي هتدوس على ايه؟ هتدوس على سبميت ال اند فينيش، تمام؟ هندوس على سبميت ال اند فينيش برضو تاني. بكده احنا هننزل تحت، تمام؟ هنلاقي ايه؟ هنلاقي ثانك يو فور كومبليتنج لل الامتحان نفسه بتاع تحديد الكورس اساسا، تمام؟ وفي يعتبر ايميل وصل للجيميل نفسه في الدرجة، تمام. دلوقتي احنا نعمل ايه؟ بيقول لي ايه؟ انا بيقول لي المستوى لغتك الانجليزية هو مبتدئ، تمام؟ عشان انا اساسا الامتحان عملته بشكل عشوائي عشان اعرف ترشيح الموقع ليه، تمام. وبعدين بيقول لي وده بيخليك مؤهل ان انت تدخل الكورس ده اللي هو اساسيات اللغة الانجليزية 102، تمام؟ اللي هو الكورس يعتبر المبتدئ خالص، تمام. وهندوس سجل الان دلوقتي. حتى انت لو رحت للجيميل تاني، تمام، هتلاقي اكيد اكيد في جيميل او ايميل تاني اتبعت، تمام. واحنا دلوقتي كده احنا اساسا عرفنا مستوانا. هتروح نعمل ايه؟ انت هو طلع لك دي كده، هتروح نازل تدوس انرول ناو او سجل الان. هي دوس سجل الان. بعديها ده انت كده ايه دلوقتي؟ بتكلم عن الكورس وان هو 7 محاضرات، تمام. والسكيل ليفل او الليفل بتاعه انجليزي، تمام. وفي اساينمنتس، يعني في امتحانات بعد الكورس عشان تاخد الشهادة بتاعته، تمام. وبكده انت هتدوس انرول ناو او انرول مي، تمام. انت كده دخلت لي الكورس نفسه، تمام. وعندك محتوى الكورس على جنب اهو، الحته دي محتوى الكورس، هتلاقي الاقسام بتاعته، تمام، او الوحدات يعني. بعدين تدوس تحت هنا تاني، هتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي هنا الجريتس او الدرجات بتاعت الامتحانات او الامتحان اللي انت عملته، تمام. وهنا برضو دي حاجة تبع الموقع اللي هو الداشبورد بتاعت الموقع اللي فيها اسمك وكده، تمام. انت تخلص الكورس ان شاء الله كله، تمام، وهتقرأ الحاجات وكده. وبعد ما تخلص انت المديولات او الاقسام او الوحدات يعني بتاعت الكورس، وتمتحن الامتحانات الخاصة بكل وحدة او مديول او قسم فيه، هتروح تعمل ايه؟ هتدوس هنا او هتروح هنا لطلب شارة انهاء كورس او الشهادة يعني، تمام. وهتكون في الموقع موجودة، تمام. وده هنا برضو في الداشبورد بتاعت الموقع نفسه، تمام، اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها يعتبر الكورسات اللي انت خدتها او مسجل فيها، تمام. ده الكورس اللي احنا مسجلين فيه دلوقتي اللي هو ال 102 انجلش كورس 102، ده الكورس المبتدئ خالص، تمام. وبعد ما انت هتخلص الكورس بالكامل اللي انت واخده، هتمتحن امتحاناته كمان بجانب ان انت تشوف المحاضرات وتشوف الملفات اللي موجودة في الكورس. بعد ما تخلص الكورس خالص، محاضرات، ملفات، حاجات مكتوبة، تاخد كله ان شاء الله الكورس. في اخره خالص انت بتطلع لك الشهادة في الموقع، تمام.
تمام. وبعد ما الكورس اللي مثلا احنا خدناه اللي هو ال 102 اللي هو كورس المبتدئ ده، بعد ما احنا خلصناه ده هيأهلك للكورس اللي بعديه، تمام، وهتقدر تاخد من بعديه ايه كورسات تاني في الموقع. يعني الموقع فيه 12 كورس، ده الكورس المبتدئ خالص فيهم او الاول خالص فيهم، تمام. فبعد ما تخلصه ده هيأهلك لايه ل ايه انت لكورسات تاني في الموقع اللي هم عددهم هيبقى 11 بعد ما انت خلصت الكورس ده، تمام. وزي ما هو بيقول لك الكورس اهو، تمام، في 5 كوزات، تمام، وايه وكمان 5 مديولات، تمام، وحاجات في سواء محاضرات او ملفات او كده تهتم بكله، وان شاء ربنا يوفقكم. وده يعتبر موقع مهم وفي كورسات كتير هتفيد الكل ان شاء الله، تمام. بجانب كمان ان الكورسات دي او محتواها كمان موجود في الجامعة الامريكية كأوفلاين مدفوع، فانت هتاخد المحتوى اللي انت هتنزل تاخده هناك ببلاش، تمام. حاجة اخيرة كمان مهمة هي ان دلوقتي في الموقع انت لو رحت دوست على انجلش كورسز اللي هنا دي، دوست عليها هتلاقي ايه، هتلاقي الكورسات اللي هم عددهم 12، تمام. وهو اكيد اكيد بدأ لك بالكورس ده اللي هو 101 والكورس ده برضو اللي هو 102، تمام. احنا مستوانا اللي هو المستوى المبتدئ خالص كان ايه، كان زي ما بيقول لك اهو، كان ايه، كان مبتدئ، ورشح لك اساسيات اللغة الانجليزية 102، ده اسم الكورس، تمام. فهو رشحنا لده، يعني هو بالترتيب ده اول حاجة وبعدين تاني حاجة وبعدين ده اقوى اقوى وهكذا، تمشي كده وبرضه تمشي كده، تمام. يعني هو مرتبهم لك كمستوى، ده اقل واحد فيهم اللي هو 101، تاني واحد اللي هو 102 ده المبتدئ برضه، و101 على فكرة المبتدئ اكتر، تمام. وبعدين هتمشي تاخد ال 103 وبعدين ال 201 وهكذا، تاخد ال 202 301 302 401 وهكذا، وممكن تختار ما بينهم عادي برضو، تمام. فبرضو دي كلها كورسات مهمة خالص. شكرا خالص، مع السلامة.